جوائز البرنامج مقدمة من لا تستحي مو الآمر قول وتدلل شبيك لبيك وانته الآمر الناهي لا يمكن أرفض طلبك أو يمكن أتملل لوامرك جاه وانت العز والجاهي وانتو عزنا وجاهنا أعزائي المشاهدين أسعد الله مساكم بالنور والسرور في تام الليالي من ليالي رمضان المباركة ينعاد عليكم كل حول كل سنة وانتم بخير وبسهالة. طبعا مستمرين معاكم في برنامجكم برنامج الطواش ومثل ما دوم نقولكم اتصالاتكم عليكم وجوائزكم علينا. خلينا نشوف أرقام اللي تقدرون تتواصلون فيها معنا ونبدأ حلقتنا. بعدنا مستمرين معاكم في برنامج الطواش وارحب فيكم مره ثانيه وارحب في شاعرنا محمد بن سعيد بالهلي. اهلا ومرحبا يا شاعرنا، حيا الله ابو سلطان. والله انت كل لغه حبيبي، ارحب بك كل ساعه وكل لحظه وكل حزه تستاهل يا ابو سلطان، قليل في حقك. مرحبا صاحبك ومرحبا مشاهدينا الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتمنى ان شاء الله ان الله يملنا فيكم ان شاء الله باذن الرحمن. طبعا اعزائي المشاهدين مثل ما تعرفون قبل نبدا حلقتنا في كل حلقه نحن عندنا سؤال للتواصل الاجتماعي، وسؤالنا لامس طبعا اكيد معانا فايز، بس خليني اذكركم السؤال شو كان يقول. سؤالنا الامس كان يقول شو نسمي يد او ريل الناقه من تحت، كفها ولا خفها ولا نعالها؟ ومثل ما نشوف مع بعض على شاشتنا الجواب الصحيح كان خفها، هذا هو كان الجواب الصحيح. وطبعا عندنا فايز، والفايز هو سيف محمد المازمي من الشارجة، تستاهلون يا اهل الشارجة الف مبروك، ربحت معانا 500 درهم مقدمة من تلفزيون الظفرة، الف الف مبروك تستاهلونها. يعني مبروك يا سيف. يا علي مبروك يا اهل الشارجة تستاهلون. طبعا خليني اذكركم بالارقام اللي تقدرون تتواصلون فيها معايا من خارج الدولة مع فتح الخط وهي كالاتي 00971506351518. الرقم بيتم ظاهر عندكم طيلة فترة الحلقة موجود، تقدرون تتواصلون فيه معاي ويسرني طبعا سماع صوتكم على الهاتف. سؤالنا لليوم لحلقة اليوم، سؤالنا للتواصل الاجتماعي واللي يستمر معاكم 24 ساعة لين بداية حلقة باكر بنعلن عن اسم الفايز بإذن الرحمن. سؤالنا لليوم يقول شو نسمي التمرة الفرادة الجافة؟ الفرادة ولا السح ولا الحسيل؟ شو نسمي التمر الفرادة الجاف؟ الفرادة ولا السح ولا الحسيل؟ طبعا هذا سؤالنا لليوم للتواصل الاجتماعي. طبعا خلينا اذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي اللي تقدرون تتواصلون فيها معانا وهي كالاتي: هاشتاج الطواش، وعلى الفيسبوك سلاش الضفرة تي في، وعلى تويتر ات الضفرة تي في، وعلى الانستغرام ات الضفرة تي في، وعلى اليوتيوب سلاش الضفرة ويب ماستر. طبعا اليوم نهاية الأسبوع، نحن مثل ما وعدناكم إن كل نهاية أسبوع عنا سحب على ساعة قيمة جدا من مجوهرات رسول خوري، طبعا الشكر لهم. واليوم إن شاء الله في نهاية الحلقة بنعلن عن اسم الفايز مع السحب في الصندوق اللي قدامي هذا. طبعا أعزائي المشاهدين أريد أذكركم إن كل اللي بيكون معانا في اتصالات إن فاز أو لهان بعد بيدخل اسمه في سحب للأسبوع اللي عقبه واللي عقبه لنهاية شهر رمضان. طبعا عندنا اتصال، نبدا اتصالاتنا ما بنبطي على مشاهدينا ونقول الو مرحبا. الو السلام عليكم. الو هلا ومرحبا.
الله يحييك، مرحبا. تعرفني عن اسمك ومن اي ماره الغالي؟ ان شاء الله سعيد مبارك خروص من ابو ظبي. والنعم يا سعيد، والنعم بهالبو ظبي، ومبارك عليكم الشهر. يبارك حياتك يا مساء الخير يا سعيد. مرحبا مرحبا ابو سلطان. مساء الخير يا هل السمحة. ايش حالك بخير؟ الله يعافيك. وايش حالك الا بخير؟ وايش حال تواليك؟ وايش حالك بخير؟ بخير وكل خير يا مرحبا. سعيد بنعمه الحمد لله. يعلهم بخير يا ربي. سعيد خلنا نبدا معاك سؤالك، شو رايك؟ تفضلي. يلا سؤالك يقول، طبعا فيديو بنشوفه مع بعض نحن، والسؤال كالاتي: شو اسم هذا الجلد، مورس ولا ظرف ولا خبط؟ خلنا نشوف الفيديو مع بعض. يا سعيد، يا هل بضبي، ويا هل السمحة. أهلا. يا هلا ومرحبا. سؤالك يقول يا سعيد، شو اسم هذا الجلد اللي شفناه مع بعض، مورس ولا ظرف ولا خبط؟ مورس ولا ظرف ولا خبط؟ خبط. هذا خبط. نعم يا هل بضبي، لا تغيرون رايكم، لا تغير رايك يا هل السمحة. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة. خط ما نغير. نعم، وجوابك صحيح، وانطلق الصيد، وتستاهل يا سعيد. مبروك يا سعيد. منطقة الرميثات كلهم بر بحر، يعلم مبروك. يلا يبارك فيك. يا علي بالمباركة. طبعا يا سعيد فزت معانا بألف درهم مقدمة من قناة الضفرة. يا علي بالمبارك. طبعا عندنا تعليق من السيد محمد بن صابر المزروعي، خلينا نشوفه ونرد مرة ثانية. الخباط هي عبارة عن قطعة من الجلد يضعها الغيص على أصبعه، على أربع أصابع، لكي تحمي أصابعه من تجريح المحار. طبعا هاي مشكورة جدا، ما قصر السيد محمد بن صابر المزروعي على المعلومة الثمينة، وإن شاء الله أنكم تقدرون تستفدون منها. شاعنا بترد تقولنا شو هي الخط؟ ما يحتاج أعلج ضال عمرك وأقول محمد بيض الله وجهك. ما قصر طبعا، أعطانا الإجابة الصحيحة. أعطانا الإجابة الصح بالتفسير الصحيح. نستمر في اتصالاتنا ونستمر في جوائزنا اللي ما حد يستاهلها غيركم طبعا، واللي مقدمة من برنامجكم، مش برنامجنا الطواش، ومن قناة الضفرة، حصريا من الساعة 12 لين الساعة 1 يوميا، مستمرين معاكم إن شاء الله لين نهاية طبعا آخر رمضان الشهر الكريم، وأول ليلة من ليالي العيد. بعد إذا الله أحيانا بنكون أنا وشاعرنا معاكم بإذن الرحمن. أمين. إن شاء الله إن شاء الله ما نتفارق إلا على خير يا شاعري إن شاء الله. بعد أحب أذكركم أن اليوم السحب بيكون على الساعة القيمة اللي مقدمة من رسول خوري، مجوهرة رسول خوري. إن شاء الله أنكم تفوزون معانا وما حد يزعل علينا. مستمر في اتصالاتنا ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا يا حمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله حمد، من أي إمارة تكلمنا يا حمد؟ من إمارة أبو ظبي. حي الله أبو ظبي، أهلا ومرحبا ومبارك عليك الشهر. علينا وعليكم إن شاء الله. الله يسلمك يا محمد. حمد بن حمد. حمد عبيد راشد. نعم مرحبا. يمسي عليك شاعرنا يا حمد. يا مرحبا بشاعرنا. الله يسلمك. عساك طيب. بنعمة الحمد لله. وش حالك؟ وش حال تواليك؟ الحمد لله. ومبروك عليك الشهر لو خطأ ما خطأ. الله يحييك. الله يحفظك. يا حمد ما بنبطي عليك، خلنا نروح على السؤال، شو رايك؟ ان شاء الله. يلا الله الله فينا ان شاء الله. يا هل بضبي، يا الله انتوا هل بضبي تدللون. الله يخليك. سؤالك يقول، اين تقع فلي، ام القوين ولا راس الخيمه ولا الشارجه؟ خلينا نشوف السؤال مع بعض. فلي ام القوين. الحين السؤال بيظهر قدامك على الشاشه، يقول السؤال اين تقع فلي، ام القوين ولا راس الخيمه ولا الشارجه؟ 30 ثانية وبدأ الحين العد عندك. خذ وقتك مرة، خذ وقتك. نعم. أم القوين ولا راس الخيمة ولا الشارجة؟ شارجة. وأنا هذا جواب نهائي؟ جواب نهائي إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة مع بعض يا هل أبو ظبي.
نعم هي شارجة وانطلق الصيد بالمبارك. تستاهل يا الغالي. نعم جوابك صحيح، كانت الشارجة تقع الفلي في الشارجة. بالمبارك عليك. طبعا عندك جائزتين، جائزتك الاولى قسيمه ب 1000 درهم من مركز برايت وايت للاسنان، وبعد عندك 1200 درهم من جراند كافيه بولوفارد. ان شاء الله القسائم ان تنال على اعجابكم، تقدر تاخذ ربعك وتسرون الكوفي كلكم تسحرون هناك. يا على بالمبارك تستاهلون. شعنا طبعا ما يبغى نعلق عليها، هي منطقه وهل الدار يعرفون مناطقهم. صحيح الحمد لله احنا اصبحنا دوله واحده ومعروفه المنطقه وين. بس ما شايف الفلي، ظنيتي شايف العيب بس الفلي ولا ما شايف الفلي؟ لا الفلي هذه اسم قديم ما بيديد الفلي، والفلي في العين هو فلي، فلي مسمى. نعم هي مسمى فلي، يعني فلي يري منه الماء. جميل. نعم. انت شعرنا كنا نتكلم في بدايه حلقتنا، كنت تخبرني عن قصيده. نعم اعطينا بس نبدا عنها شو القصيده، وعقب بنعدها على طبعا على اعزائي المشاهدين، بس اعطينا نبدا عنها. عندنا عديت قصيدة على الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه ويغمد روحه الجميل. أنا طبعاً مثل ما قلت ذاك اليوم، مدحي لشيوخي ومدحي لحب شيمة ونعم اعتزازاً بهم. القصيدة قال لي تقدر تنشرها الله يرحمه في وسائل الإعلام. الله يرحمه ويغمد روحه. فشكلت لها لجنة وسجلناها ب 400 عازف. 200 عازف في موسكو و 200 عازف في مصر، وكانت عبارة عن 6 كابليهات على ما نسيت، من 4 إلى 6 كابليهات كانت. نعم. وعبارة عن أوبريت، لكن ما تمكننا من تنفيذها. وكل ما إن شاء الله نبي تسحر الوقت قال الشيخ زايد. نعم. أصبرنا أننا مقصرين. لا ما شيء يكسر منكم، ما شيء يكسر منكم يا أبو سلطان، دمكم بياض ويه. بعدنا مستمرين في اتصالاتنا وجوا أذنا ونقول ألو مرحبا يا ملك. أهلين يا هلا كيفك؟ الله يسلمك ويبارك فيك الغالية. بارك عليك الشهر. علينا وعليك يا الغالية، طمنينا عنك وقولي لي. أبو سلطان. تسلمي تسلمي، الله يبارك فيك في غاليك، يعني مبروك إن شاء الله. الله يسلمك. عليكم جميعا. يا ملك يا الغالية، من أي إمارة تكلمينا؟ من دبي. حيا الله أهل دبي، هلا ومرحبا. أهلين. مبارك عليك الشهر الغالية، طمنيني شو أجواء رمضان وياكم؟ الحمد لله تمام والله ما شاء الله. مر رمضان بسرعة، 8 ليالي مرت منه ولا حسينا بها؟ والله بسرعة بسرعة سبحان الله، ما حسينا فيه الحمد لله. الله يبارك فيه طبعا. اللهم آمين. خلنا نروح على سؤالك يا ملك، شو رايك؟ إن شاء الله. يلا يلا. طبعا سؤالك عبارة عن صورة بنشوفها مع بعض، ويقول السؤال: هذا الطير اللي مربوط بخيط طويل ليش؟ ما كمل الدعو ولا نتمكن من مسكه بعد الصيد ولا ما يعني شيء؟ خلنا نشوف الصورة وركزي فيها يا ملك. يلا هذا الطير اللي مربوط بخيط طويل ليش؟ ما كمل الدعو نتمكن من مسكه بعد الصيد ما يعني شيء. يا أهل دبي ركزي الأولية. وانا اقول خليك على رايك لا تبدلينه. يلا على الاوليه ان شاء الله. على الاوليه خلينا نشوف الاجابه مع بعض يا اهل دبي. يلا يلا. نعم يا ملك جوابك صحيح وانطلق الصيد وبالمبارك. تستاهلون يا اهل دبي على بالمبروك. طبعا عندك جايزتين ما شاء الله، الجايزه الاولى قسيمه شرائيه بقيمه 1000 درهم من مون لايت بولي كلينيك، وعندك قسيمه ثانيه بقيمه 1000 درهم من صالون ليتشي للسيدات. يعني الحين تروحون تزينون لين العيد عندكم فرصه. يا على بالمبارك تستاهلين الغاليه. شاعرنا انا مالي طيراني في الطير وفي القناص ومالي في العلوم، كان بتثقفنا وبتعطينا المعلومه هذه. ما كملت وش الطير اللي حطينا فيه الطير الوحش؟ نعم لابد ما نحط له خيط، لكن هذا الطير شط عن راعيه. هي الطير نعم. شط عن راعيه، ظاهر ان راعيه ابتعد عنه فترة. الطير يرتفع في السماء بخيطه معناها ان الشط هو وحش. هي ولكن يقول لك نقز، يقول لك نزل، يقول لك نقز، يقول لك ياني سيده. فهمت علي؟ لكن من يرتفع الطير في السماء معناها ان الشط عن راعيه يزعل عن راعيه. نعم نعم نعم. وهذا الخيط حق الوحش. حق الوحش ما شاء الله. طبعا نستفيد من المعلومات هذه الجميله. بس يعني شاعرنا القناص معروف عنه انه يعلم اطباع، صحيح؟ هذا تعطينا من الاطباع اللي يعلمنا فيها تربيه الطير. نحن نتمنى نذكر 4 أشياء جميل. انا اللي استفدت منهم. نعم. ركوب المطيه تعلمك، وشل الطير يعلمك، وركوب الخيل يعلمك،
والدبشه تعلمك. جميل. وهذه محتاجات لشرح مطول، مش مطول يعني موجز ودال، لكن لو بدنا نتف مثل ما نتف الريش ما بنقدر نعرف. نعم. جميل. نعم هذا ان شاء الله ننول على اعجاب مشاهدينا. طبعا المعلومات هذه ما بتحصلونها الا ويانا، لان شاعرنا ما شاء الله عليه خبير في الموروث الاماراتي والشعبي الاماراتي الاصيل اللي يردنا على زمان الاول، يمكن نحن سهينا عنه، لكن ان شاء الله نحن نقدر نعلم عيالنا فيه. في كل وادي وناس اعرف عني و ما شاء الله عليك، ما عليك زود يا ابو سلطان، عندنا نلقط من كارنا شوي، لان هاي عشناها. جميل. نعم. جميل جدا. شاعرنا ما عديت علينا قصيده، لو قصيده صغيرونه شيء صغيرونه قصيده صغيرونة كبير، يعني كم بيت منها؟ سبع بيوت يعني مثلا. نعم. هذه قصيدة أنا طبعا طلبوا مني الناس لوموني، قالوا لا تنتف قصيد ما يستفيد منها. صحيح. هذه قصيدة غناها علي العطاس في 78 مسوينها، ما شاء الله، غناها محمد عبدو. نعم. أقول فيها خلني أعدها حتى يضيع الوقت على المتصلين. ودعتني يا مريش العين وقفيت ودعيت لي في اليوف، عوق غميجي مالي عزة من دونكم لو تعزيت، وقلبي على فرقاك وقلبي على فرقاك يخفج خفيجي، يا راتي يا منوتي وانت منيت، يا ابوي ديل فوق متنه طليجي ما فادني كثر البكاء والتنهيت، وعي الكرفي موق عيني يليجي، لا تحسب اني نطالبي هجرك نسيت، قلبي اعترى في بحر حبك غريجي، يسقى الوطن يا زين ليبه تربيت، يا قايد الغزلان يا ذا الخليجي، يا ابو محمد طال هجري ومليت، شفني على فرقاه ما اقدر اطيجي. الله الله عليك يا شاعرنا، صح لسانك وصح بدنك ولا اروع من هاي الكلمات، جدا جميله، صح لسانك يا شاعرنا. بعدنا مستمرين في اتصالاتنا وياكم وجوائزنا القيمه اللي ما حد يستاهلها غيركم، ونقول الو مرحبا. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الغاليه تقصرين على صوت التلفزيون واسمعيني عن طريق التلفون. بعدت عنه كله. حلو. عارفين على اسمك من اي اماره الغاليه؟ معاكي سوزان من راس الخيمه. سوزان يا حي الله راس الخيمه، يا حي الله راس الخيمه، هذا اول اتصال يعني. مرحبا الشعب راس الخيمه، مرحبا. اول اتصال يجينا من راس الخيمه. نورين الشاشه. حد حذالك؟ حد حذالك سوزان؟ والله الاهل كلهم بنتابعكم. نحن نبغى نسمع صفقه منكم، حقنا. بدك ازيه؟ يلا ازيه. الله عليكم يا اهل راس الخيمه. يا سوزان ندخل في سؤالك؟ تفضلي. يلا. سؤالك يقول يا الغاليه، شو نسمي هذا الصندوق اللي بنشوفه مع بعض في الفيديو؟ يانا سحاره ولا مندوس ولا الرويل؟ خلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو. يا سوزان تفضلي. يا سوزان كيف رمضان وياكم؟ والله حلو يعني، تحسي رمضان غير ما بعرف ليش. الحمد لله. وقتك بدا يا سوزان، والسؤال يقول ركزي معايا، شو نسمي هذا الصندوق؟ السحارة، المندوس ولا الرويل؟ ما بعرف، انا شاكة بالرويل بس ما بتحكي المندوس. انا اقول بدلي عن رايك وخذي شور غيرك. خلاص المندوس. وانا اقول خير الامور اوسطها، يعني المندوس جواب اخير. ايوه خلاص المندوس جواب الاخير. حلو، خلينا نروح نشوف يا مخرجنا الجواب الصحيح. نعم هو المندوس يا سوزان. يا علي بن مبارك وانطلق الصيد، جوابك صحيح. تسلمين. الله يسلمك. طبعا جائزتك مقدمه من اذنك للتوزيع بطاقه رحال بقيمه 1000 درهم، يعني بترولك على اذنك ما في داعي تفكرين فيه. بعدنا مستمرين معاكم، لكنني خليني اذكركم بالارقام اللي تقدرون تتواصلون فيها معاي من خارج الدولة مع فتح الخط، وهي كالاتي 00971503515188. تقدرون تتواصلون فيه معاي الارقام هذه من خارج ومن داخل الدولة. شاعرنا خلينا بس نخبرهم شو الفرق بين السحارة والمندوس والرويل. اول شيء المندوس سواء كان حطت الحرمة فيه ثيابها، نعم، او حط النوخذة فيه الحاصل اللي يحصلونها من القماش اللي يحصلونها من الحاصل، نعم، يسمى مندوس. ثم السحاره هي تكون من معدن. معدن. من معدن تحصل منها ملونه وكذي. شو كانوا يحطون فيها شاعرنا؟ ولا كلها نفس الشيء؟ السحاره تحط فيها ثياب. ثياب. الحرمه تحط فيها ثيابها وتحط فيها
نعم طبعا لها قفل السحارة والمندوس له قفل بس السحارة قفلها يجي من فوق ولا حلاق هي. نعم والمندوس له حلاق بعد لكني ابغى تسمحي لي اشكر اللي عطوا جوائز حق طبعا الرعاة انا اقول للشركات هذه هذا دعمكم لوطنكم بكل صدق مش مجامله صح انهم اسمائهم ولكني اودي اقول لهم بيض الله وجوهكم لدعمتوا هذا البرنامج مو يحسب ان البرنامج انا موجود فيه لا والله لكن هذا البرنامج انا اعتبر برنامج يتكلم عن هويتنا الوطنيه وعن مسمياتنا طبعاً طبعاً وعن تراثنا فالكم جزيل الشكر مني ان قبلتوها فوالله من القلب نعم قبلوها وليش ما يقبلونها طبعاً أعزائي المشاهدين فعلاً نحن نشكر كل الشركات الراعية لبرنامج الطواش بيض الله وجهكم وما قصرتوا خلينا أذكركم في سؤال التواصل الاجتماعي لحلقتنا اليوم ومثل ما أذكركم دوم إن عندكم فرصة أنكم تسألون اللي حولكم 24 ساعة لين بداية حلقة باتشر في كل بداية حلقة بنعلن عن اسم الفايز وإن شاء الله كلكم تفوزون معنا سؤالنا لحلقة اليوم يقول شو نسمي التمر الفرادة الجاف شو نسمي التمر الفرادة الجاف الفرادة ولا السح ولا الحسيل هذا طبعا سؤالنا لحلقة اليوم بيستمر معاكم لين بداية حلقة باكر طبعا جائزة مقدمة من قناة الضفرة 500 درهم نقدا تستاهلونها خلينا نذكركم بعد بمواقع التواصل الاجتماعي اللي تقدرون تتواصلون فيها معانا وهي كالآتي هاشتاج الطواش وعلى الفيسبوك سلاش الضفرة tv.com وعلى تويتر آت الضفرة تي في وعلى الانستغرام آت الضفرة تي في وعلى اليوتيوب سلاش الضفرة ويب ماستر طبعا كلنا شوق ان نسمع اصواتكم ونتشرف في اتصالاتكم لكن بنبتعد عنكم في فاصل قصير لا تروحون بعيد جوائزنا ما حد يستاهلها غيركم أرد وأرحب فيكم من جديد وبعدنا مستمرين معاكم في برنامجكم الطواش ولا يحلى برنامجنا دون ما نسمع صوتكم وبعدنا مستمرين في اتصالاتكم وفي جوائزنا اللي ما حد يستاهلها غير اللي تشوفون قناة الضفرة وبرنامج الطواش ومعنا اتصال نقول ألو مرحبا مرحبتين يا هلا ومرحبا الساعة سمية ايش حالك الغالية الحمد لله بخير مبارك عليك الشهر أهلين وعليكم طمنيني شو أجواء رمضان عندكم يا أهل أبو ظبي والله الحمد لله تمام من رمضان ولا حسينا فيه ما شاء الله ثمان ليالي مرمنا هي نعم الغالية ما بنبطئ عليك نروح على سؤالك يا سمية أوكي يلا يا سمية سؤالك يقول سؤالك يقول قصيد الأرنب تصف ما معنى تصف تجمع ورق الشير ولا تمشي وهي ضامة يديها وريولها ولا تتمرغ في الرمل خلينا نشوف السؤال وركزي فيه خلينا نشوف السؤال مخرجنا يا سمية سمية هلا وياك الغالية يقول سؤالك قصيت الأرنب تصف ما معنى تصف تجمع ورق الشجر ولا تمشي وهي ضامة يديها وريولها ولا تتمرغ في الرمل أعطيني جواب ثانية وأنا أقول لا تبدلين ثانية يعني نعم أنا أقول على شورك مرة لا تبدلين ثبتين قولي ثبتتي ثبت يلا ثبتت على الثانية خلنا نشوف يا مخرجنا الجواب الصحيح شو هو يا أهل أبو ظبي ويا سمية خلنا نشوف مع بعض نعم جوابك صحيح وانطلق الصيد ويعلى بالمبارك يا أهل أبو ظبي تستاهلين يا سمية تستاهلين يا الغاية وعندك ما شاء الله جايزتين الجائزة الأولى قسيمة شرائية بقيمة 1000 درهم من مركز برايت وايت للأسنان وعندك قسيمة ثانية بقيمة 1000 درهم مقدمة من مطعم العزبة يعني تشلين الأهل ولا ربيعاتك وتسيرون هناك تتسحرون ولا تفطرون ويعلى بالبركة تستاهلونها يا أهل أبو ظبي شاعرنا قصيت الأرنب تصف ما معنى تصف اللي نعم. هي تمشي وهي ضامة يديها وريولها نعم تصف قصيتها تصف يعني الأرنب أما ضامة يديها وريولها صف من رباعة هي. أما الأرنب أربعات عنك
ويوم تربع مسافة بعيد تم تصف اثنين اثنين تشين مع بعض يوم تربع كذي. إيه لا ترب هو بهدوة تربع هاي يسمونها سويلو محتديها أربعة وتمرغت هذه يوم بترقد الصبح يقولك مصباحها تمرغت ليفنا تمرغت في رمضان من الدور دولها رقيعة وتمرغ فيها نعم. يا نعم. سلام على الأرانب أنا كنت أحب الأرانب الأول يوم أنا صغيرة بس إحنا قمت أتروع منهم يوم كبرت قمت ما ينغزها بس طعم كانت تروع من الأرانب تروع أنا لي طقوس خاصة أخاف من وايد أشياء بس الحمد لله. شاعرنا خلينا نتكلم على أول أيام الذباح كيف كانوا يذبحون شو وزعون شو العادات في الميالس في ناس وايد ما يعرفون تونس العمر أول الخاطر للشان طبعا نعم. البلاد نحن نعذر من كانوا هذا الأكل بني عمنا وهلنا اللي في البلاد كم بتعزم انت في البلاد لكن اللي بيجيك في البر لكن ما يكون ضيف صحيح خاطر طبعا والضيف هل هو ضيف ذبيحة ولا مش ضيف ذبيحة هي. عندنا نحن هنا في الإمارات يارين يار الدائرة ويار النايبة جميل يار الدائرة هم اليران المتجاربين الرباعة اللي حولهم اللي حول الرباعة نعم هذه طعم الذبيحة تدور عليهم واحد واحد جميل ولو أنت يعني يا الإنسان ذبحت في ذبيحتك ويا خاطر وذبحت مرة ثانية يحق ليارك الذي عليه ذبيحة يشد عنك يزعل أنك ما سمحت له الدور إيه إيه يا عادات الأول ما نعم. جمعها أما اليار القصير هذا يار النايبة هي. عفو الدائرة قتنا النايبة أما يار القصير هو يوم يتيض عينه إذا كان بيت واحد ولا إلى جنه الحريم ولا الرجال الموجود هناك يعزمهم أنهم يكونوا من يار إيران هيام يقول له إحنا بإيران قصرع يعني بعيد هذا اليار القصير ما تدي مداه ولا تغزو مغزاه إلا يميثل من كنته لو غار عليه حد ما يلحق لهم إذا ما وقفت بينبه جميل نعم هذا هي موضوع النائبة طبعا لابد الفريج هذه لما يكون حظيرة عندهم في نص الفريج أو بيت الشعر مبناي في الوسط والخاطر يومي يرشدون على الحظيرة هذه الحظيرة أو هذا بيت الشعر يسمونها الحظيرة أو بيت الشعر أو بيت الشعر أو ميلة نعم أو ميلة شمال أول إحنا ما عندنا ذاك المقدرة نعم ففيه الهبان فيه قهوة وفيه منحاز والرشاد وفيه المقلة وفيه الدلة وفيه الملبق كل الملبق طبعا شبير يسمون الملبق نعم ولما يجون مرحوا حضروا الواد عن رشابهم وقيدوهن شبوا اذا عندهم ولد مخاوي شم طبعا لو من الولد من هو صغير يعلمونه راعي البحار يودونه هل عنده اكريهم يودي ولده وده اياه يودي حتى يتعلم على شده البحر بحر شديد صح وراعي البر من يوم صغير الولد له دور وله اسمعهم يقولون الحين لا تعلمه وهو صغير لا يتعلم الولد يوم يكون وتعلم البنت وهي صغيره صحيح تصبح نشميه البنت ويصبح الرجال الولد راعي هبه ريح نعم وكذلك نعم البنت نفس الشيء نعم صحيح الولد يشب الضوء خمر الدله و خليها تهور ويذق هواء ني يقلاها ويذقها ويلجم الدله طبعا الحريم نحن بنوقف عند الحريم شاعرنا شو رايك عشان الاتصالات ونتكلم عن الحريم من عقب الاتصال زين زين يعني مبلاك يا شاعرنا بعدنا مستمرين في اتصالاتنا ونقول الو مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا الله الغالي عارفيني عن اسمك ومن اي اماره وياك حليمه من العين حيا الله حليمه وحيا الله اهل العين ما شاء الله عليكم يا اهل العين انا وايد مستانسه منكم يعني اكثر فعلا تفاعلات واكثر اتصالات نحن جايتنا من العين ان شاء الله دوم تحصلينا ويسرنا سمع صوتك يا حليمه نعم طمنيني شو اجواء رمضان وياكم والله الحمد لله ان شاء الله انها مهونه اطول هلا الغاليه مسمع. حليمة خلنا نروح على سؤالك شو رايك؟ أوكي يلا سؤالك يقول يا حليمة هاي الحلة شو اسمها؟ طاسة ولا ملة ولا برمة؟ بنشوف الفيديو مع بعض ودققي فيه وايد خلنا نشوف الفيديو مع بعض إن شاء الله يلا هذا الفيديو اللي شفناه مع بعض يا حليمة هاي الحلة اللي شفناها مع بعض شو اسمها؟ طاسة ولا ملة ولا برمة؟ أنا شاطة برمة. لا تشكين. إن شاء الله برمة. جواب نهائي؟ إيه. مثبت؟ إيه. إيه. وإحنا نقول. إن شاء الله. وإحنا نقول ما ثاني على رمستكم يا أهل العين خلينا نشوف الجواب الصحيح مع بعض.
نعم جوابك صحيح، فعلا هي كانت برمه وانطلق الصيد ويعلى بالمبارك، وعندك ثلاث جوائز جائزتك الاولى ما شاء الله. قسيمة شرعية بقيمة 1000 درهم من مونلايت بولي كلينيك، وقسيمة ثانية بقيمة 1000 درهم من مركز الدكتور شماع الطبي، وعندك مجموعة عطور مقدمة من البيت الخليجي للعطور. خلينا ناخذ المعلومة الصحيحة من دكتور راشد محمد المزروعي، خلينا نشوف التعليق هذا والرد. البرمة عبارة عن وعاء من الفخار يستخدم في الماضي لطبخ الأكل، وهو يشبه القدر حاليا. طبعا كل الشكر طبعا لدكتور راشد محمد المزروع على هاي المعلومات، وان شاء الله ان الناس تستفيد منها باذن الرحمن. شاعرنا رد نتكلم، وصلنا عند الحريم صحيح؟ عند الحريم طبعا البيت الذي قرب بالخطار وطرشهم وارسلهم للحظيره على ما يقولون طرشهم او ارشدهم على الحظيره شب النار ويدق القهوة الحرمه اللي هناك، من يسمعون المنحاز دق في البيت هذا ظهر الحريم. شو عندهم؟ من يشوفون الرشاب كل حرمه سوت قهوه تتابع. يا سلام يعني الحريم الاول. نعم، طيب الحريم يوم تسوي القهوه تشل القهوه في يد في يدها اليمنى الدله. هي. وتشل القفه. الفنيان في يد اليسار. والقفه. هي. وفيها صحن تمر. حلو. وتشلها طال عمرك في يسارها في يسارها. هي. والتمسيلها طبعا تغشى ولو برقع عندنا حطوا وتم القهوه واقفه مره ما تجلس. تم تمشي طال عمرك. لا ما تيهم تمشي هي. صوبهم. هي. هني اللي في الحظيره تلقولها. هي. يوم تشوف الرجال جايينها وجفت. طمست الدله في الرمل حطت القفه ورجعت ثلاث خطوات ورا وظلت واجهه اي الرجال ويسلم عليها وش حالك كيف انت وهي تحاول ويوم يشل الدله ويعطيها قفاه قفت تستحيل تعطي الحرام تعطي الرجال الله الله على عدات الاول حلو مره حطت الكابتشينو والكوفي وستاربكس الحين يوم ما صار عزيز يا حي الله مايد ومستمرين في اتصالاتنا الو مرحبا مايد مرحبا استاذ هلا ومرحبا الساعة حي الله مايد من وين تكلمنا يا مايد؟ من راس الخيمة يا حي الله راس الخيمة حي الله راس الخيمة هذا ثاني اتصال من بداية البرنامج من راس الخيمة بدأ راس الخيمة بدأ ما شاء الله هيك شي نباكم شدوا حيلكم نسمع أصواتكم نستانس ونسمع صوتكم حي الله راس الخيمة الله يحييك إن شاء الله شاعرنا كان يمسي عليك ويقول لك يا مرحبا وسهلا يا مرحبا مساء الخير يا مايد وش حالك؟ الحمد لله الله يعافيك الله يرحمه الساعة يا علم الدين ان شاء الله نبدا في سؤالك يا مايد شو رايك؟ تفضلي يلا سؤالك يقول اين يقع سيح الغريف؟ قرب المدام ولا قرب الفقع ولا سيح الشعيب؟ خلنا نشوف السؤال مع بعض يا مايد المدام عندك 30 ثانية خذ وقتك من مرة اين تقع سيح الغريف؟ سيح شعيب ولا قرب الفقع ولا قرب المدام انت ما شاء الله عليك يعني مثبت من اولها مثبت من اولها خلاص جواب نهائي جواب نهائي نعم وانا اقول ما بثني على رمستك خلينا نشوف الاجابه صحيحه مع بعض يا مخرجنا ويا اهل راس الخيمه نعم جوابك صحيح وانطلق الصيد ويا على بالمبارك نعم جوابك صحيح الله يبارك بحياتك ان شاء الله الله يسلمك جائزتك 1000 درهم مقدمه من قناه الضفره ويا على بالمبارك عليك تستاهلوا يا راس الخيمه ومساكم الله بالخير يا راس الخيمه اول مره تشاركون هيانا اليوم صحيح متصالين ما شاء الله ما عليك بيزيدون ما شاء الله عليهم انتم كرمه ونحن نستاهل الحين استوهم هالكرم انا شخصيا اكلمك عن نفسي افرح لما اسمع من احد دوله يتواصلون صحيح نعم كنا نستانس طبعا يعني هذا الحين البرنامج اللي احنا مسوينه شاعرنا اول واخيرا لجل نسمع اصواتهم لازم نعم يكون في تواصل بيننا وبينهم نعم وبنفس الوقت يستفيدون من المعلومات اللي نقدر نحن نفيدهم فيها وبنفس الوقت انه يربحون معانا في الشهر الكريم شهر رمضان ونبارك لهم فيها في كل عام وفي كل حول باذن الرحمن ما قصرت ويا ريم شاعرنا طبعا كان السؤال جدا عادي اللي هو اين يقع سيح الغريف قرب المدام ولا قرب الفقع ولا سيح الشعيب طبعا كلهم مناطق معروفه لكن ليش بالذات حطيناها قرب المدام يعني هي معروفه المنطقه هاي من زمان هي نعم هاي يسمون سيح الغريف نعم نعم من الاول كانت موجوده ما تغير اسمها قبل يسمون سيح الغريف هاي جميل جدا سيح الاول تجد تلقى الحباره فيه سيح هو المكان الخلا بعض الطيور الوحاشه الاول يصيدونها هي. نعم اكثر شيء مهدن التبوع
تبوع في عدة في جميل يعني. جدا نعم. أعزائي المشاهدين خليني أذكركم بأرقام التواصل تقدرون تتصلون فيه معنا من خارج الدولة مع فتح الخط ومن داخل الدولة 00971506351518. مرة ثانية برد أعدلكم إياه وبكون موجود قدامكم على الشاشة طيل فترة البرنامج الطواش 00971506351518. سؤالنا لليوم للتواصل الاجتماعي يقول شو نسمي التمر الفراده الجاف؟ ين الفراده ولا السح ولا الحسيل؟ سؤالنا لليوم يقول شو نسمي التمر الفراده الجاف؟ الفراده ولا السح ولا الحسيل؟ طبعا تقدرون تتواصلون معنا على المواقع كالاتي وهي هاشتاج الطواش وعلى الفيسبوك @الضفرة تي في.com وعلى تويتر @الضفرة تي في وعلى الانستغرام @الضفرة تي في وعلى اليوتيوب @الضفرة ويب ماستر. طبعا أرد أذكركم أن الجائزة اللي نحن كنا نتكلم عنها في نهاية كل أسبوع بيتم السحب عليها ساعة قيمة من مجوهرات رسول خوري. اليوم بنسحب أول الأسماء طبعا اللي بيكون معانا وبيكون الفائز على الجائزة الكبرى. كل أسبوع إن شاء الله بيدخل اسمكم معانا كل المتصلين اللي حالفهم الحظ واللي لاهنوا معانا وإن شاء الله كلكم إنكم ما تهنوا معانا بإذن الرحمن. أعزائي المشاهدين فاصل قصير يفصلنا عنكم ورد لكم مرة ثانية لا تروحون البيت. الله على هالأجواء اللي احنا ياسين فيها فعلا متمنين كلكم تكونون معانا في قرية البوم السياحية طبعا ولا أروع من هالأجواء اللي احنا ياسين فيها طبعا الخور والبانوش وجسر القرهود وشاعرنا اللي منور ويانا طبعا طيلة شهر رمضان إن شاء الله وأول ليالي العيد. شوفي طويلة العمر مدحتيني مدح هذا بحوم لا بيش لعت الواح ولا حمامة والله إن المدح في قليل يا شاعر والله يا أبو سلطان تستاهل وزود من طيبك ولو ودي أمدحك في وجهك المدح مذمة لكن والله إنك تستاهل وزود ما شاء الله عليك. يمكن أنتوا تشوفونه قدام الكاميرا لكني أنا أتعامل معاه من خلف الكواليس ريال ونعم فيه ولا نريد نمدحه لأنه معروف عنه. الله يحفظك. بعدنا مستمرين في اتصالاتنا وهواتفنا ونقول ألو مرحبا. ألو هلا ومرحبا الساعة. مرحبا الساعة. هلا هلا. الله حبيبي تعرفني عن اسمك من أيماره الغالي سيف علي الشاعر من دبي والنعم يا سيف وحي الله أهل دبي. مساء الخير يا سيف. يا سيف مساء الخير. مرحبا ساعي وفضال مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور حي الله أهل الراشدية. مرحبا الساعة بك الله يبارك لك في غاليك ربي أبعديك. وش حالك؟ الله يعافيك. وش حالك؟ وش حال تواليك؟ بخير. الله يزيدهم من نعمه تلا كبير ومكروه ما بطول عليك خليك عند ريم عندها جوائز وانا عندي كلام الله يوفقك. حي الله سيف. حي الله سيف وحي الله لدبي. نبدا في سؤالك يا سيف شو رايك؟ يلا نروح على سؤالك يا سيف. سؤالك يقول ما اسم العود اللي يمتد على طول السقا؟ ينه شيب ولا مشد ولا نصله؟ خلينا نشوف السؤال هذا مع بعض وركز فيه. يلا اعتقد خذ راحتك عندك 30 ثانية مرة وقتك على راحتك. سؤالك يقول وبدأ الوقت من الحين ما اسم العود جواب نهائي؟ نعم نعم ونعم انا ما ثني على رمستك. خلنا نشوف الجواب الصحيح مع بعض خلينا نشوفه والرد. يلا يلا يا مخرج انا راوينا الجواب الصحيح. ما شاء الله عليكم ما عليكم زود وانطلق الصيد ويا علي بن مبارك تستاهل الله فعلا. الله مبروك يا ابو علي. الله يبارك فيك يا ابو سلطان مشكورين يا جماعه. يا هلا ومرحبا. طبعا جائزتك مقدمه من بريزبن شركه بريزبن يا علي بن مبارك تستاهل يا الغالي. شاعرنا خلينا نوضح لهم شو المشد وشو الشيب وشو النصره شو الفرق بينهم. طبعا الشيب هن ثلاث حطبات يركزونهن الباعه نعم ويورد منهن حبل. جميل. الحبل هذا يربطونه في مفرق سقه وفي ديه الورا يسمونه مفرق
واللي هو المعلاق، معلاق السقع. معلاق طبعا هم جربي يسوونها معلاق واحد، وجربي السقع يسوي عروتين من وراء، عروه من وراء ومن قدام. والمشد هو اللي يشتد على طول السقع حطبه، واكثر ما يسوونها من القصد. نعم اللي هو يسمونه العوسي. نعم القصد هذا حطبه القصد قويه. نعم اقسى عن الثانيات. لا قوي حطبة القصيد لو تضرب بها البعير على راس طرفته. ما نبغى نضرب البعير يا ابو سلطان، ما احنا للبعير. هي الانسان اللي يريده تكسر راسه. صدق يا عم. طبعا بعدنا مستمرين في اتصالاتنا وهواتفنا، لكن خلينا ناخذ المعلومه من عند شاعرنا ولا برد نتكلم عن الحريم. نحن وقفنا عند ان ترد ثلاث خطوات عند الحريم. لا بس صحيح؟ الحريم الهندور. بس كان في حية عند الحرم الأول. نعم تقول لك ترد ثلاث خطوات ورا تستحي. نعم نعم حتى لا يشوف ظهرها. تقفي به جميل. طبعا اليومية شل الدلاء وتقوى يا راعي. أي الريايل كلهم بيجون هناك يذيعوا الريايل. نعم واللي عليه النايبة قام وذبح. جميل. وطبخان الحريم تعاونا وطبخان في بيت اللي فيه نايبة. واستوى العشاء ويوم يقلطون عند الخاطر الأول ما يقربون فيها الخاطر إلا بعض القبائل. اكثر القبائل ما تقرب هي الخاطر. يحطونه يخلونه ياكل روح. طبعا هني لابد ما يكون عجيد في هل الذبيحه المذبوح حلم الذبيحه لابد ما يكون عجيد. كانوا اثنين ولا ثلاثه ولا اكثر لابد ما يكون واحد منهم عجيد هو اللي يتصرف في المجموعه. اول ما يسون على الصينيه شل الراس وشل اليد ونزلها هذا كاساسي. ويمكن ياخذ الراس واليد هاي نزلها كاساسي. وشل ويمكن ينزل الزور وقطعه من الضلع. ان الرقبه ما تقدم للضيوف. صحيح. نعم وكذلك المشد يمكن يقدم ولكنه غير محبب. المشد من الذبيحه تسمى القطا هو القوايم والزور والمشد والرقبه والراس. ما شاء الله. نعم ويقول لهم سموا. ما هي رمسه ما هي ضحك. سموا يعني ادخل اضرب بالخمس. اي نعم. ما في واحد يضرب بالخمس على طول. لا لا سموا يقول لهم ويقوم سموا ما يسكون اللحم. نعم. ياكلون اربع لقمات من العيش. هي. عيب تلقلق. المرق يسمونه اللقلقة اللي خليتها. صحيح. عيب تنثر العيش. عيب تاكل مثل ما ياكلون الحين البعض منهم يلحس من يد من يده هذه لين اخر صبوعه. مره. منقود هذا. كان عيل. صدق نعم. لا لو يدلج من اللقمه ويحط صبعه هذا تحت اللقمه. صحيح. ويقدمها في ثمه. ويوم ياكلون وينصون في الاكل احط يده على الراس، اذا حط يده على الراس ما 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 كل شل يده. كل شل يده. وبدا يكسر الراس بيد واحده. نحن خلينا عند الراس الحين ما نبغى نخط الراس وناخذ اتصال جديد نقول الو مرحبا يا الريم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام حيا الله الريم. رمضان كريم. علينا وعليك يا الغاليه، شو الاسم الحلو هذا الريم؟ مشاركتنك. ترى هذه لان اسمي على اسمك يا الغاليه ريم. انا احبك وايد. يا بعد عمري وانا احبك بعد الغاليه حيا الله اهل دبي. الغالي يا ريم نروح على سؤالك. يلا سؤالك يقول يا الغالية إذا تحركت سفينة الغاصة من مكان لمكان قريب شو نسمي سحبة السن؟ التكميلية ولا التقصيرة ولا التسنينة؟ خلينا نشوف الفيديو هذا مع بعض يا ريم ونرد مرة ثانية. هذا الفيديو نشوفه مع بعض يا ريم. يا سلام على زمان الأول. بيض الله الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرزق شدائد. إن كانوا حيا الله يرحمهم وإن كانوا مات الله يرحمهم. الله يرحمه. يا ريم. ريم الفلا ريم. إذا تحركت سفينة الغاصة من مكان لمكان قريب شو نسمي سحبة السن؟ التكميلية ولا التقصيرة ولا التسنينة؟ تقصيرة؟ ساعديني. والله اسمك صراحة يستاهل الواحد يساعده. تم. يا الريم قولي ثبت. ثبت. بس وخلنا نشوف الإجابة صحيحة مع بعض يا الريم. نشوف الإجابة الصحيحة يا مخرجنا مع بعض. نعم هي التقصيرة. بالمبارك عليك يا الريم وانطلق الصيد. تستاهلين يا الريم تستاهلين وعندك ثلاث جوائز لان اسمك الريم. سبحان الله حظها حظها الريم كذي. ثلاث جوائز. جائزتك الاولى قسيمه بقيمه 1000 درهم من مون لايت بولي كلينيك. جائزتك الثانيه قسيمه بقيمه 1000 درهم من مركز برايت وايت للاسنان. وعندك مجموعه عطور مقدمه من بيت الخليجي للعطور. تستاهلين يا الريم الف الف مبروك. شاعرنا
خلينا نفسر لهم اياها، شو رايك؟ بسيط ما تبغى تفسير. طبعا هي هذه في المسانه، هي مسانه ما بعيد يعني، الهير هذا ما حصلوا فيه، خلصوا المحال اللي فيه ينتقلون لهير عداله، والاول يدلون الغاصه يعرفون مكانهم، يريد يدلون، يقول لك واحد عق فنيال في البحر في هير معين ويوم السنه الجايه قال لهم نسيت ما شاء الله، وحصل الفنيال. الفنيال يدلون الاول، يدلون يمشون على النيوم، يمشون على صحيح ما شيء بوصله هيك الايام. انت وصلتي البحر، شفتي البحر هناك ما ادري شرق من غربك، الا اهل البحر يعرفون البحر. نعم هني السن ما يرفعونه على على في يخلون صدر الشاحو، جميل، لا يتم معلق قريب ما بعيد يبون. نعم ونزلوه. طبعا مثل ما سمعتوا اعزائي المشاهدين، الاول ما كان في GPS، كان ولا بوصله، كانوا يمشون على النجوم. الله يعطيهم العافيه، وان شاء الله الله يرحمهم اللي ماتوا ولا احياء طبعا بعد، الله يرحمهم برحمتهم، وان شاء الله لهم اجمل سلام واجمل تحيه منهم، لان فعلا كانوا ريايل الاول وكان الحريم الاول، ما شاء الله عليهم ما عليهم زود. معنا مستمرين في اتصالاتنا وناخذ اخر اتصال ونقول الو مرحبا. الو مرحبا. هلا وسهلا يا نور. اهلين. هلا ومرحبا، مبارك عليك الشهر. الله يبارك فيك. من وين تكلمينا؟ شارقة. حي الله إمارة الثقافة، إمارة الشارجة. شو الأجواء عندكم؟ يا نور. اي نعم معك. شو أجواء عندكم في رمضان في الشارجة؟ حلو كثير والله، الأجواء ممتعة جدا ومسلية. إن شاء الله يمر عليكم الخير والبركة. نروح على سؤالك يا نور، ما ببطي عليك، شو رايك؟ إن شاء الله. يلا سؤالك يقول، ما هو عرقوب المطية؟ المكان الممتد بعد سنامها ولا خلف سنامها ولا رجل المطية تحت القايمة؟ خلنا نشوف الاختيارات مع بعض يا أهل الشارجة. تفضلي. يلا، ما هو عرقوب المطية؟ المكان الممتد بعد سنامها، خلف سنامها، ولا رجل المطية تحت القايمة؟ عندك 30 ثانية خذ راحتك. عطيني جواب. هل الأمور الوسط؟ والله أنا دوم أقول كذي، بس أنا أقول عليك في الغيري. الثالثة يعني ممكن؟ والله هو أنا أقول الثالثة ثابتة، ثبتين؟ إن شاء الله، ثالثة ثابتة. يلا، ثبتنا يا مخرجنا وخلينا نشوف الإجابة الصحيحة شو هي. يا أهل الشارجة. نعم يا أهل الشارجة، نعم والجواب صحيح وانطلق الصيد، نعم كانت رجل المطية تحت القايمة. على مبروك طبعا جائزتك قسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة من مركز كوكانا للجراحة التجميلية والعناية بالبشرة. شاعرنا خلنا نوضح لهم شو رجل المطية تحت القايمة. نعم ثم قالت العقوب. حلال حلال. اسمحوا لي اسعله، بس حياتني اسمحوا لي مشاهدينا الافاضل. طبعا انت سامحتي لي، انا سامحتك مره اللي تبغى. فعملك قدام السلام يسمونها الغارب. نعم. وورا السلام يسمونها المركب. صحيح. نعم وعندك المدوار والصلاه وكل وشات كذا. ومن تحت القايمه من يسمونه العرقوب المطية. جميل جدا. نعم. معلومات طبعا جدا قيمة. نعم. شاعرنا اليوم نحن عندنا اسم الفايز. نعم. إن شاء الله اللي بيفوز معانا بالساعة القيمة المقدمة من مجوهرات رسول خوري بنسحب عليها، شو رأيك شاعرنا؟ والله طال عمرك صندوق قدامك وانت وتشيلة الأمر من أول ما بدينا. الله يسلمك، نحن من عقبك يا شاعر. طال عمرك نحن من عقبك يا شاعر. نعم. نعم. عليك زود. طبعا اعزائي المشاهدين، اسماء كل اللي ساهموا معنا في الاتصال طيله الاسبوع موجوده في الصندوق هذا، والحين ان شاء الله بنسحب قدامكم وان شاء الله كلكم تفوزون معنا. نقول بسم الله. قولي بسم الله. نعم هذا الصندوق، خلينا نشوفه مع بعض والاسماء موجوده. يلا بسم الله. محمد بن سالم الحمداني. مبروك مبروك يا محمد. مبروك يا محمد بن سالم الحمداني.
يا علا ألف مبروك، تستاهل يا الغالي. طبعا فزت معانا في جائزة قيمة جدا من مجوهرات رسول خوري علا بن مبارك، واللي ما حلف الحظ معانا عندنا بعد الأسبوع الجاي واللي عقبه واللي عقبه، كل اللي بيشاركون معانا بيدخل أسماءهم في السحب معانا. يا علا ألف مبروك، إن شاء الله تستاهل منها للي أعلى منها. هذا صندوقنا بندنا ونقول لك ألف مبروك. أردي داخل ما شلنا عليها مرة مرة. شاعرنا بتختم مع جمهورك، تختم وياه بدي انت طبعا، وانا طبعا اعزائي المشاهدين تبيني اشكرهم اول شيء؟ اشكرهم ومن عقب انا ببدا. عفوا انتم مو محتاجين لشكري، ولكن متابعتكم لهذا البرنامج سادتي الافاضل وتشجيع لنا نحن ان رسالتنا نبغي نوصل المعلومات الذي نعرفها ليتعرف عليها الاخرين، ولا نحن مش معلمين، انتم اعرف عنا في هذا المجال ونستودعكم الله ان شاء الله من صوبي انا ومادين بعدها عندها حديث وايد وهمسه وايد بترمسكم. بيض الله وجهكم، ما قصرت يا شاعرنا. لقاءنا متجدد معاكم ان شاء الله باكر في نفس الوقت في برنامجكم الطواش. اتصالاتكم عليكم وجوائزكم علينا، مني لكم اجمل تحيه ومن فريق الطواش تصبحون على الف خير.